إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت، وعفوك إن عفوت وحسن ظني. يا جسيسنا بسام يعطيك العافية. احنا نكمل ان شاء الله الان في حلقتنا، والان يعني ظهور ختامية لهذا الموسم طبعا أكيد مع ضيفتنا مشرفتنا اليوم صاحبة مشروع خالتي نورة للأكلات الشعبية المختلفة. يا هلا فيك معانا، شرفتينا نورة. يا هلا فيك حبيبتي، يا هلا فيكم. كيف أمورك؟ إن شاء الله طيبة. تمام، الله يعطيك العافية. الله يسلمك. شايفين طبعا احنا الأطباق اللي جاهزة من مشروع خالتي نورة، ويعني في حاجات كثير الناس بتعرفها عن مشاريع زي كذا، خصوصا انكم فوتراك. يعني المشروع فوتراك ما هو شيء بسيط، وخصوصا يعني قليل انه النساء داخلين في الفوتراك، دائما تلاقيهم شباب وبرجر وزي كذا. الان دخلتي بفكره مختلفه، عرفينا عنها اكثر. نعم، حنا اول شيء من 8 سنين بيوت زواجات. ما شاء الله. انا اقترحت الفكره هذه على امي، قلت لها ليش ما نكبر ونسوي فود تراك. الفود تراك صح موضه وشيء حلو، قلت انا ابغى اوصل كمان بالشكل. دائما نروح مطاعم ناكل نشوف، بس الاكل مو الكل، بعضهم مكان حلو لكن طعم فانا حبيت اوصل، لا احنا ممكن نكون تراك حلو، جلساتنا حلوه، تعزمني انا اسوي لك عيد ميلاد او حفله او شيء، ازين كل المكان وكمان اكلي حلو. وفكرتي بس حابه اوضح شغله، انا مو شعبي، عشان كذا بس قلت خالتي نوره. أيه؟ ما حددت لا شعبي احنا اثنين. طب نبغى نعرف ايش الاصناف اللي بتقدمها في هذا المشروع. احنا عندنا الشعبي اللي يحتاج يعني بكثره كمان في اهل جده، يعني يحبونه بس ما يلقون. صحيح. الاطباق اللي مرقوق، جريش. الله. انا جامعه بين فكرتين. ايش فكرتي؟ اجيب الشعبي واللي هي المعجنات، بوف، سبينج رول، ورق عنب ملفوف، وجنبهم ايش؟ يوم ايطالي وجبة رز أبيض مع دجاج إيطالي بالأناناس والصوص. الله. ويوم ماليزي، الماليزي ما هو موجود في السوق، قليل. أوكي يشبه الصيني بس قليل. فأنا جايبة الماليزي ومعاه برضو وجبة أو نودلز، بنوع. وإن شاء الله كمان قدام في يعني ساندوتشات، بس أنا مالي دخل في البرجر. اهم شيء ما لك دخل في البرجر، لانه ما شاء الله يعني البرجر ما لسه بس خلاص ومره كيفيه في الفود تراكس. طيب ابغى احس بسؤال عندي. لا وهكتيني كذا. طب ابغى اعرف حاجه، طبعا اهم الناس ما شاء الله تبارك الله لسه قاعدين نقول البرجرز مره كثير، والتميز مهم جدا. وقلت ذكرت نقطه مره مهمه خالتي نورة، انه خليني اقول لك خالتي نورة انه سم الله عدوك، انه الاكل صار الناس تذوق وتبغى مو بس طعم جميل، تبغى علاقه بينها وبين المحل. كيف بتقدر توفري هذا الامر وتعلق الناس في مو بس طعام، في حتى في فكرة المشروع؟ أجواء. هل الأجواء بس فقط ولا في شيء ثاني؟ بما أني من 8 سنين فأنا عارفة يعني أثق بالله ثم في نفسي وأكلي من تجارب مع ناس، من الحمد لله أخذنا المميز والدين. 8 سنوات ما هي قليلة. ما هي قليلة. صحيح. فالأكل أنا كنت داخلة ضامنة الله ثم الأكل، لكن كان عندي رسالة. أنا رسالتي شكلي ألفة مع الناس، يعني أنا كثير ناس تجيني مكشرة تطلع من عندي مبسوطة. ما شاء الله. الشخص بيطلع من بيت يقدر يسوي الأكل ذا في بيته أو برجر في بيته أو يجيبه ببيته، بس اللي بيطلع من البيت يبغى يطلع يستانس، يبغى يطلع يعني يسمع كلمة حلوة، يبغى علاقة. عشان كذا أصلا اسمه خالتي نورة. جميل، نشكرك أكيد خالتي نورة على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب. وأكيد نحن عندنا اليوم بما أن الأجواء الرمضانية عندنا ميني سفرة. ميني سفرة رمضانية مو كبيرة. سفرة رمضانية صحيح، أجواء الشوربة والسمبوسة. احنا طبعا نشكر الشيف أمال عقد على هذه السفرة الرمضانية. الميني سفرة صراحة يعني هي الحالة كده تذكرك برمضان. أهم شيء الفول والتميز موجود. طراد يعني من عشاق الفول. ممكن تكمل فقرة أنا أقوم هنا كلها. لا طبعا، راح تكون ختام الفقرة مع سؤال الهاشتاج اللي دائما كنا معودين مشاهدينا أنه يكون معانا في البداية.